عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لتحديد الالتزامات والأدوار المنوطة بالوزارات المعنية المختلفة من أجل معاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في تيسير إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. خلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء العمل على اتخاذ كل الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير كافة جوانب العملية الانتخابية، مضيفا أن الحكومة ملتزمة بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في كل ما تريده لمباشرة عملها وإجراء الانتخابات على الوجه الأمثل.